هذا وأصدر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بيانا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك لعام 1440 هجرية، أكد فيه التذكير للعموم بأنه يمنع خلال شهر رمضان المبارك فتح المقاهي والمطاعم في نهار الشهر الفضيل أو التدخين أو الأكل والشرب في الطرقات والأسواق خلال الفترة ما بين أذاني الفجر والمغرب. وأكد المجلس أن كل من وجد مخالفا سيقدم للمحاكمة طبقا للفصل الأول من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976 المتعلق بالمساس بالدين.